وللمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود أهلا بك، يعني تعطينا نبذة عن أهم وأحدث الفعاليات في إطار مهرجان العالمين. أرحب بكم من مدينة العالمين الجديدة. اليوم مليء بالفعاليات المتنوعة والمختلفة في مهرجان العالمين الجديدة. ربما نتابع الآن في منطقة اليو أرينا الاستعدادات التي تتم لانطلاق سباق الرالي السيارات الكهربائية إيفر التابع لوزارة التعليم العالي. ربما هذه نقلة سريعة على الصورة هنا في اليو أرينا، هذه السيارات الكهربائية التابعة للجامعات المصرية المختلفة سواء كانت خاصة أو أهلية أو حكومية. ربما ثواني معدودة ويبدأ السباق الآن وتبدأ فعاليات السباق للجامعات. نتحدث عن ما يقرب من 43 فريقا من 28 جامعة يشاركون في هذا السباق الأكبر والأضخم في الشرق الأوسط، وهذه مسابقة تأتي تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وأكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومشاركتهم في مهرجان العالمين الجديدة تأتي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. ربما المدرجات الآن تمتلئ بالطلاب من الجامعات المختلفة الذين يساندون ويؤازرون زملائهم من الجامعات في تشجيعهم على هذه المسابقة الكبيرة. وربما الشباب المشارك أو الطلاب المشاركين في هذه المسابقة عبروا عن مدى استعدادهم وجاهزيتهم وخوض هذا السباق بروح تنافسية وروح جميلة أيضا وسط الأجواء الساحرة الموجودة في مدينة العالمين الجديدة. هذه المسابقة بالأساس تم انطلاقها في عام 2017، وانطلقت النسخة الأولى للسباق في 2018 وللعام الخامس على التوالي وللنسخة الخامسة على التوالي تستمر، ولكن انطلاقها يأتي في مدينة العالمين الجديدة باستعدادات كبيرة وبانطلاقة قوية وبحضور عدد كبير من المسؤولين لهذا السباق. نتحدث عن أن هذا السباق أيضا يهدف إلى التركيز وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، ويؤكد على مدى دعم الدولة للطلاب وللجامعات فيما يتعلق بهذه الصناعة وهي صناعة السيارات الكهربائية. نتحدث عن أن هذا السباق سينطلق بعد قليل وسيستمر حتى مساء هذا اليوم للإعلان عن الفائزين. الجوائز التي سيتم توزيعها تقدر بمليون جنيه في مختلف السباق ومختلف الجوائز. ونتحدث عن السباق، نتحدث عن جوائز للتصميم، نتحدث عن جوائز أيضا خاصة بريادة الأعمال والابتكار. سيتم توزيع هذه الجوائز بعد إعلان المراكز الثلاثة الفائزة، بالإضافة إلى 100,000 جنيه تقدم من أحد رعاة هذه المسابقة للطلاب المشاركين في المجالات أو في السباقات المختلفة. نتحدث عن أن منطقة اليو أرينا أيضا بعد أن تنتهي من هذا السباق غدا ستستقبل بعض الحفلات الخاصة بمسار إجباري وسعاد مسي وحمزة نمرة. وربما الآن نتابع بعض الاستعدادات التي تنطلق الآن لسباق رالي السيارات الكهربائية، وبدأ التشجيع من الطلاب المشاركين في حالة تنافسية وحالة تشجيعية جميلة وسط الأجواء الموجودة في مدينة العالمين الجديدة. استعدادات كبيرة، مساحة واسعة لمنطقة اليو أرينا التي تم تخصيصها في مهرجان العالمين الجديدة لتستقبل مثل هذه الفعاليات الكبيرة، وتستقبل أيضا أكبر عدد من الزائرين وأكبر عدد من الجماهير التي تأتي إلى منطقة اليو أرينا سواء في هذا السباق رالي السيارات أو حتى في المنطقة الأخرى التي تستضيف عدد كبير من الفعاليات والحفلات المختلفة. نتحدث أيضا أنه بالتوازي مع هذه الفعالية في منطقة اليو أرينا، المنطقة الشاطئية والترفيهية تستقبل عدد أيضا من الفعاليات. نتحدث عن دوري الساحل للسيدات على ملعب كرة القدم الخماسي، بالإضافة إلى الاستمرار لبطولة البدل. نتحدث عن أكثر من 80 فرقة في بطولة البدل تحت رعاية الاتحاد المصري للبدل، بالإضافة إلى بعض الحفلات الفنية أو الفرق الفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة التي تشارك بعدد من الفقرات الشعبية، وكان آخرها بالأمس فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، بالإضافة بالطبع إلى فقرات السيرك القومي. واليوم أيضا سيكون هناك افتتاح كبير وفعاليات كبيرة لمهرجان نبتة المخصص للأطفال، وهو لأول مرة يتواجد هذا المهرجان في النسخة الثانية من مهرجان
مهرجان العالمين الجديدة. نعم. بالإضافة إلى أن كل هذه الفعاليات الرياضية ستستمر معنا أيضا غدا الجمعة وبعد غد السبت، وتنطلق هذه السيارات الآن، يتم رفع الأعلام لإعطاء إشارة البدء بانطلاق هذه السيارات من نقطة البداية هنا في منطقة اليو أرينا كما تتابعون على الهواء مباشرة، وسط استعدادات كبيرة وتواجد لكل الأطقم التأمينية سواء من التأمين أو حتى من الإسعاف، وتنطلق الآن على الهواء مباشرة هذه السيارات. انطلقت إحدى السيارات بالفعل، وستتوالى السيارات الآن في الانطلاق استعدادا لبدء أكبر سباق سيارات. نعم. للكهربائية في الشرق الأوسط، وفي الحقيقة مجهود كبير يقدم من الدولة المصرية لهؤلاء الطلاب. أشكرك جزيل الشكر الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري على هذا العرض الوافي لأنشطة مهرجان العالمين.